السلام عليكم وصحاب طرقم ولاية بسكرة. في لفتة طيبة قام السيد أخضر سداس والي ولاية بسكرة بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة أعضاء اللجنة الأمنية صباح اليوم الخميس بزيارة إلى مستشفى بشير بن ناصر العالية للوقوف والإطمئنان على صحة الشاب ميرا أيمن ضحية حادث سقوط الجدار، وهي وقفة إنسانية معبرة عن روح التضامن بين المسؤول والمواطن، متمنين من كل متابعين الدعاء لأخينا أيمن بالشفاء العاجل يا رب العالمين. لا تبخلوا عليه بدعاء، هو بأمس الحاجة. لدعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.